معقول نادر اللي يكون بيعمل كده؟ مش هسيبك وهفضل وراكي، ولعلمك محدش هيقدر يتجوزك ولا يقرب منك، واللي هيقرب منك انا هقتله. كان نفسي اطلع معاكم الرحله دي، بس ماما بقى تربست وقالت لي مفيش خروج ولا سفر. بس يلا المره الجايه اكيد هكون معاكي. ان شاء الله اكيد. مش قلت لك 100 مره مالكش دعوه بيها؟ نفس ايدك. ما قابل اللي بيحصل ده عادي. اسكتي انت. اسكت ايه؟ احنا عيب في مكان عام. لا عام ولا خاص، لما اقول لك مالكش دعوه بيها يبقى مالكش دعوه بيها. استني. انت ايه؟ انت مش فاهم ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت لا احترمتني ولا احترمت المكان. كل الناس دلوقتي زمانها فاكره ان انا على علاقه بيه. انت مش قادر تفهم ان التصرفات دي بتضايقني. سلمى انا بعمل كده عشان بحبك وبغير عليك. ده ولا حب ولا غيره، ده غباء. سلمى، هو كنت فين؟ كنت في مطعم. مطعم ايه؟ الحقيقة أنا رحت أماكن كتير فمش متذكر بالظبط. مش متذكر إيه؟ ده الحكاية كلها حصلت إمبارح، لحقت تنسى؟ يا فندم هو أنا أقدر أعرف أنا متهم بإيه بالظبط؟ متهم بقتل سمر الجرح. والدة سلمى؟ والدة سلمى، برافو عليك. مستحيل طبعًا، ما حصلش. ما حصلش. طيب يا نادر، تقدر تقول لي المجرم اللي هو مش أنت ساب تليفونك ازاي في المكان اللي حصل فيه الجريمه؟ الحقيقه انا تليفوني ضاع وعامل بلاغ بكده. عملت بلاغ بكده؟ ايوه. وتليفونك ضاع؟ صحيح. ايه اللي في رقبتك ده؟ ده جرح من خناقه. خناقه مع مين؟ مع واحد اسمه كريم. مين كريم؟ هو ده اللي محيرني يا فندم. الشخص ده غريب جدا، ومن ساعة ما ظهر والكل بيشك فيه. غريب جدا والكل بيشك فيه. ماشي يا نادر، انت هتفضل معايا هنا يا معلم لحد ما نعرف الحكاية دي اخرتها ايه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. ما كانش لازم تخرجي بدري من المستشفى. لا ما ينفعش اسيبك لوحدك، مش هبقى مطمنه. انا بقيت كويسه، اطمني. دي تشربي ايه؟ بس اعمل مكالمه الاول. مكالمه لايه بس؟ سيبي الشغل دلوقتي. لا مش شغلي يا حبيبتي، انا عايزه اكلم شركه تعملنا جهاز انذار وكاميرات. كان لازم اعمل كده من الاول. انا عندي صحابي عندهم شركه سيكيورتي هايله، سيبيني انا هتصرف في الموضوع ده. أكيد. ممكن؟ اه والله. اهلا. ازيك يا نساسة؟ اتفضل. ازيك؟ الحمد لله. ده مسمر. اهلا بيك. الحمد لله على سلامتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. يا رب تكون كويسه دلوقتي. الله يسلمك. تمام الحمد لله. انا عايز اقول لكم على حاجه. نادر هو اللي عمل كده. نادر؟ للاسف. اه اتفضل. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا عرفت اللي حصل وجيت اطمن عليك. متشكره جدا. اتفضلوا تشرب ايه. ربنا يخليكي، انا لازم استاذن. اي خدمه اقدر اعملها. ميرسي. باي باي. اتفضل. باي باي. بقول لك ايه، انت صاحبتها، اتكلمي معاها ونبهيها. الشخص ده غريب وانا قلقان منه جدا، احساسي دايما ما بيخيبش.
جلال يعني مش كريم؟ يا لهوي يا لهوي جلال لهوي. يا نهار اسود انت طلع ابوه. شريف بقى عشان نورت المكتب ده. نورك يا حبيبي، عملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ في الحقيقه هو طلع فعلا مأجر الفيلا من شهر واحد بس. شهر واحد بس. شكرا يا محمد. شكرا لله يا فندم. مدام سمر، انا مش عايزك تفتح الباب اللي اسمه كريم ده خالص، ومش عايز سلمى تخرج من البيت. خرجت ازاي؟ ايوه كريم ده خطر عليكم. خلاص انا هتصرف، مع السلامه.